حياكم الله مشاهدينا في رحلة جديدة من برنامج رحلة العمر. في هذه الرحلة نقدمها لكم من هنا من دولة البوسنة والهرسك وتحديدا العاصمة سراييفو. نسبة عدد السكان المسلمين 52% بالنسبة لعدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين نسمة. على الرغم من أن عدد من الأحداث التاريخية مرت على مدينة سراييفو إلا أنها ما زالت تحتفظ بالعديد من المعالم والمساجد الإسلامية، منها هذا المسجد الذي أتواجد في بحثه الآن، مسجد خسربيك. تم بناء مسجد خسربيك في العام 1531 ميلادي، وهو يعتبر أكبر المساجد العثمانية في دولة البوسنة والهرسك، وقد بناه الوالي العثماني الغازي خسربيك. Ima oko 120
povratnih porodica iz 10% rođaka je upisano na Metec. Nisu zakidali na vazi, a da ih nisu zadesile nevratne godine, teko dan život i da ih nisu zadesili nasilno da dati našo. Nem tada li pašak di kovim tad, hatta juali muhika, ila beša ihmu ta'un wa zavzaru leti lam tekun tada. بالنسبة لوجود الإسلام في منطقة البلقان وبالذات يعني في منطقة جنوبية من البوسنة والهرسك نستطيع أن نقول بأن البوشنياك دخلوا الإسلام قبل مجيء العثمانيين تقريبا بمئة سنة عن طريق تجار إيطاليين بسيسيليا. أما بالنسبة لآثار الإسلامية فأول مسجد الذي بني على مدخل الشرقي للبوسنة هي في منطقة يعني أوستيكولينا، وهذا هذا أقدم مسجد. بالنسبة للمساجد المنتشرة في البوسنة كلها وبالذات يعني في سرايف، ومن أبرز مساجد مسجد غازي هوسربرغ ومسجد سلطان سليمان، وكذلك يعني في هناك يعني مسجد سلطان فاتح. والمساجد في البوسنة تقريبا تبنى بطراز يعني الطريقة العثمانية، إلا في منطقة جنوبية فيها بعض المساجد والمعادن يعني هي تشبه بعض المعادن يعني في شمال أفريقيا. بالنسبة آثار الحرب المدمر الذي جرى في آخر القرن الماضي، فمن عدد إجمالي من المساجد 1144 مسجد دمر تماما، 615 مسجد يعني لم يبقى لها أثر. في بعض الأماكن بعض المساجد المدمرة بنيت مواقف سيارات، حتى بنيت الكنائس وأصبحت يعني حدائق في المناطق يعني نحن نعتبرها بأنها شبه محتلة. عيد بناء أغلبية من تلك المساجد. أما بالنسبة لمدينة سرايفو فسرايفو الجديدة لم يوجد فيها ولا مسجد في منطقة الجديدة من سرايفو، لأن هذا كان مخطط الشيوعي، لأن الحكومة الشيوعية السابقة ما سمحت يعني بترخيص بناء مساجد الجديدة. لأجل ذلك نجد ظاهرة بالنسبة لسرايفو نجد ظاهرة ببناء مساجد الجديدة. هذه المنطقة نحن فيها هذه المنطقة كانت فارغة من المساجد، وبني في سنة 2000 كان افتتاح، لكن بدأ بناء هذا المسجد يعني في آخر التسعينات هذا الجامع، جامع ملك فهد. وهو هذا المسجد يعني بني على نفقة نقول يعني على نفقة الشعب السعودي الشقيق وكذلك الحكومة السعودية. في الأول كان من المخطط عندما بدأنا ببناء هذا المسجد بأنه يسمى بمسجد أمير سلمان، لأنه كان يرأس تلك الوقت يعني كان أميرا تلك الوقت يعني كان يرأس هيئة عليا لمساعدة مسلمي بوسنة والهرسك. لكن بعد ذلك يعني غيرت خطة وسمي هذا المسجد يعني بمسجد ملك فهد. أما بالنسبة لمسجد آخر في منطقة تزلة فسمي بمسجد أمير سلمان، الآن ملك سلمان. الدعم المادي من إخواننا العرب وبالذات يعني إخواننا الخليجيين يعني كان لنا سند كبير أيام الاعتداء على بوسنة، وكذلك يعني بعد انتهاء الحرب يعني بعد توقيع اتفاقية الديتون، فهذه المساعدات يعني مساعدات مستمرة. وكذلك إخواننا العرب يعني هم ما ساعدونا يعني فقط بالأموال، بل ساعدوا بالأنفس، وكانوا مستعدين أنهم يضحوا بأنفسهم، وكثير منهم ضحوا لأجل هذا البلد. وهذا البلد يعني بالأسف في آخر القرن الماضي عندما اشتعل الحرب هنا في البوسنة والهرسك أول مرة سمعوا عن البوسنة، لأن البوسنة كانت منسية مثلما كانت البنت الصغيرة في إسبانيا كانت اسمها بوسينة،
فهي تشبه يعني هذه التسمية البوسنية، يعني هي كانت منسية من طرف الأمة. بالنسبة للحكومة السعودية والشعب السعودي، نستطيع نقول بأنهم كانوا وما زالوا في طليعة إخواننا يقدموا المساعدة للبوسنة والهرسك كالدولة وكذلك للشعب البوسني. ملك فهد رحمة الله عليه هو كان صديقا حميما لرئيس علي زيدبيغوفيتش رحمة الله عليه، وموقفه الصارم في أيام الاعتداء على البوسنة كان سندا قويا لنا. بالنسبة ملك سلمان كذلك، يعني نعرف بأنه أيام عندما كان أميرا كانت بوسنة في طليعة يعني اهتمامه، ونرى بأن الحكومة السعودية يعني سند كبير لنا، وإن شاء الله نأمل بأن يعني هذه المساعدات يعني المعنوية وكذلك المادية إن شاء الله تقدم مستقبلا. ومساعدة قدمت للبوسنة والهرسك تقريبا تجاوزت كما سمعتها، لا أعرف يعني هل هذا يعني هذا رسميا، لكن سمعت بأنها تجاوزت مليار دولار أمريكي. منذ 22 سنة الحكومة السعودية تكرم الشعب البوسني بأداء الحج لمجموعات من البوشنياك. في هناك كان طبقات مختلفة. في أيام الحرب كان مجموعة من الإخوة من المجاهدين كانوا يحجوا كضيوف ملك، وكان أعدادهم حتى يصل إلى 500 شخص. تلك السنة، سنة 94 الميلادي و95 الميلادي، كان أغلبية من ضيوف الملك هم كانوا معاقين أم كانوا جنود، يعني جنود أم عائلات الشهداء. ونحن كما سمعنا منهم بأن كثير من السعوديين وكذلك إخواننا المسلمين الحجاج من دول المختلفة، هم عندما كانت تأتي هذه المجموعة من ضيوف الملك وهم البوشنياك الجنود المعاقون وعائلات الشهداء، هم كانوا يفضوا لهم مكان حتى يقتربوا إلى الكعبة ويقتربوا إلى حجر الأسود، فكثير منهم أرادوا يمسحوهم أم يصافحوهم أم يعانقوهم، لأن بعضهم كانوا بدون الأرجل بدون الأيدي بدون العين بدون الأذن بدون نصف من أم جزء يعني من الجمجم من الرأس يعني. فهذه يعني هذا كان الشرف يعني لنا للبوسنة وكذلك يعني لإخواننا السعوديين كانوا يكرمونا بهذه المجموعة. كان هناك رئيس علي زيدبيغوفيتش رحمة الله عليه بمجموعة الحجاج ضيوف الملك سنة 94. المنظم الوحيد من البوسنة والهرسك مكتب شؤون حجاج البوسنة والهرسك، وهذا المكتب تابع لمشيخة الإسلامية، وهذه المشيخة الإسلامية هي تراعي أمور التبعية الدينية في البوسنة والهرسك، وهي منفصلة عن الدولة. وبالنسبة لتنظيم الحج من البوسنة والهرسك، حسب المحضر الموقع بين وزارة الحج المملكة العربية السعودية ومكتب شؤون حجاج البوسنة والهرسك، من البوسنة والهرسك يحق لنا في 5 سنوات الأخيرة أداء فريضة الحج 1411 حاج. داخل هذا العدد يعني 45 عضو مكتب شؤون الحجاج، ونحن نأمل إن شاء الله يعني بعد توسيع الأخيرة من الحكومة السعودية توسيعات الأخيرة في الحرمين الشريفين، بأن إن شاء الله عدد المرخص المسموح يكون مثل ما كان قبل عدة سنوات، وهو حسب عدد سكان عدد البوشنياك المسلمين في البوسنة والهرسك 2200 حاج. الظاهرة الموجودة منذ قرون نستطيع نقول بأن أغلبية من البوشنياك كانوا يحجوا وهم يصبحوا كبار السن، وربما أحيانا ما كانت إمكانيات، لكن في أفكار الناس الشعب البوسني كان بأن الحج يأتي يعني في آخر مطاف حياتهم، حتى بعدما يحج وبعدما يتخلص من كل الذنوب يعني هو يبقى يعني لحظات الأنفاس الأخيرة من حياته يبقى يعني هكذا بدون ذنوب يعني يستطيع أن يقابلها. أما بالنسبة للسنوات الماضية فكثير من الشباب البوشنياك الحمد لله بدأوا يحجوا، وهناك يعني الرجال والنساء كذلك يعني عائلات تحج مع بعض، والحمد لله يعني إمكانيات المادية إن شاء تحسنت، لكن كذلك يعني توعية الحجاج بخصوص فريضة الحج بأن هذه الفريضة لا بد من أدائها فورا
وجود إمكانيات لذلك، ليست فقط إمكانيات المادية بل إمكانيات أخرى. فنحن بنسبة إدارة المكتب شؤون حجاج بوسنة وهرسك نحن نفرح يعني بهذا، لأن كثير من الشباب السنوات الأخيرة يؤدوا فريضة الحج. المير يهيج شاب بوسني يبلغ من العمر 37 عاما، يعمل في إحدى شركات الحماية في مدينة سراييفو ويسكن فريضة الحج منذ 10 سنوات. Imaju 4 segmenta. Prvi je ljubav prema uzvišenom Allahu prilikom obavljanja ibadeta, kada zanijetim, osjećam se da sam u neposrednoj blizini Kabe, da gledam Kabu i to me smiruje u namazu. Jednostavno svakodnevnicu, svakodnevne obaveze u tom trenutku zaboravim i posvetim se samo namazu. To traje već neko vrijeme, već duže vrijeme, i to je nešto što ja na jedan poseban način osjećam i doživljavam, vjerovatno kao i ostali drugi ljudi na neke svoje načine. U principu meni to pomaže da se skoncentrišem i da se posvijetim u potpunosti namazu. Drugi segment je zahvalnost uzvišenom Allahu. Sama činjenica, ako Bog da, da ćemo biti gosti, da ćemo posjetiti Kabu, da ćemo posjetiti Muhammed alejhi selama, njegove halife, druge ashabe, da ćemo biti na prostoru gdje on boravio, to je za nas velika čast i želja svakog brata muslimana kojeg ja poznajem. Moja želja je preko 10 godina. Kupio sam serđadu sasvim slučajno na kojoj ima slika Kabe i jednostavno u početcima kad sam bio na namazu,
Dešavalo mi se da jednostavno razmišljam i o nekim drugim stvarima, da ne mogu da se skoncentrišem. Baba Rahmetli je poginuo kao šehid, a mama zdravstveno nije u mogućnosti. Ako Bog da, ako Allah da i bude prilike da finansijski bude mogao, ako Bog da, svakako da imam nijed za mamu. Najbolje je da to supruga kaže, a u principu djeca nisu ni baš u potpunosti svjesna te činjenice. Za njih, pošto ja radim malo više, jednostavno ostajem posla često, imam radnih obaveza i djeca to doživljavaju na jedan način da mene neće biti tu 20 i nešto dana. I njima je to drago, ali mislim da oni to ne shvataju baš u pravom kontekstu. Dok supruga je svjesna i naravno njoj je čast. Sretna, mislim. Zahvalan uzvišenom Allahu i nadam se dovit ako Bog da to u narednim godinama bude bolje. Pa ako Bog da može i supruga i ne znam. Ako Bog da. Mislim kad obavim ako Bog da hadž, da će to na jedan dodatni način ostaviti pečat na mene, da će u mom sazrijevanju kao jedne kompletne ličnosti ostaviti veliki utisak. سابقا عندنا بالذات يعني في القرى كانت ظاهرة بأن الرجال يعني يحجوا فقط، أما النساء فكانت مربيات البيت ونادر جدا كانت يعني النساء تحج، بمعنى بأن في أفكار البوشنياك كان بأن يعني حج الرجل رب الأسرة بأنه يكفي للعائلة كلها، فهذا طبعا يعني هذا تفكير خاطئ. سنوات ماضية كثير من كبار السن هم يحاولوا بأنهم يحجوا مع النساء، فعندما يجمع المبلغ المطلوب لأداء فريضة الحج فيحاول بأنه يجمع يعني كذلك مبلغا يعني حتى يؤدي فريضة الحج مع زوجته لأنها تساوي الرجل بالنسبة يعني فريضة أداء الحج. U mom kraju, u mojem mjestu gdje sam rođen i gdje sam rastao, pretežno su išli ljudi, punoljetni, stari ljudi. Tako, kad smo došli sad u Sarajevo i vam u ove krajeve, vidjeli smo da idu omladina i mladi ljudi. I onda sam ja donio odluku da je red da idem ja da obavim tu petu islamsku dužnost koju me duži i vjera i din i islam i na kraju da kažem da vjerujem našega dragog Allaha i njegovog poslanika Muhameda alejselatu vesselamu i idemo da se molimo da nam oprosti grijehe i šta ja znam ako smo zagriješili.
On je milostiv, valjda će nam oprosti, zato idemo. U to vrijeme, a sad ide omladina, sad je krenula omladina, mladići idu iz moga mjesta od koje sam ja rođen. Prošle godine su trojica momaka otišli, dvojica su oženjeni, a jedan nije oženjen. Jedan je imao 23 godine, a dvojica po 26 godina. I onda kad sam vidio da tako mlada omladina ide, pa šta ja imam čekati? Ja, trebam i ja da idem. I ja sam donio odluku u ime Allaha da krenem na taj hajirli put. Jer mi je to dužnost i dužnost je svakog muslimana. Ovako, ja sam imao dosta radosti u životu, hvala Bogu. I što ono kažu, i ženio sam se, i djecu sam rađao, i djecu sam iškolovao, i unučad sam dobio, i jedina je moja želja i moja dužnost i u mom srcu i u mojoj glavi je samo to da odem da obavim to što me duže i što pripada svakom muslimanu. Biće mi ljepše. Mislim da će mi biti ljepše, jer prvi put mi je bilo tako i nezgodno i neprijatno. Ali išao je moj brat sa mnom i moja kćerka. Pošto ona ljekar, išla je u tome ljekarskom klubu kao ljekar. I imala sam podršku od nje. A i moj brat išao, moj brat sa mnom. Tako da, ali volila bi da je i prvi put išao moj muž sa mnom, međutim, on je bio u radnom odnosu, nije mogao to priuštiti sebi. I kad sam došla, rekla sam, ako ikad u životu budeš odlučio da ideš, ići ću ja ponovo s tobom. I eto, desilo se to što se desilo. Hvala Allahu Dželešanuhu da je dobro. I odlučili smo da idemo. Ne, ono nama olakšava. Jer lakše je meni kad smo mi tamo skupa i nadam se da ćemo više zaraditi se vapa nas dvoje negi sam ja. Uzdamo se u Allaha i mi ćemo, ako Bog da, i još gledati da obavimo i ona za svoje roditelje i ja za svoje roditelje i oca i materi. Imam jednu i tetku i tako to. Planirali smo da to nađemo tamo bedela da završi za njiha petero. U stvari četvero. Asena ide za svoju majku. A ja idem za sebi. Super, kako ti je bilo? Ja, fino, super mi je bilo. Išla mi je kćerka, išao mi je brat. A i ono društvo koje je sa mnom bilo. Jako smo se fino slagali, jako smo fino se družili, išli na vaktove, obavljali sve što smo mogli postići i dan i noć. Trudili smo se da obavimo što više namaza i da se molimo dragom Allahu da nam oprosti i grijehe, da nam bude Kabul. Onda drago mi je, obišli smo neka mjesta koja smo mogli mi uspjeti. Išli smo na Uhud, išli smo na Revdu, gdje je mezar Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda smo išli smo obilazili mezarje od tih ashaba i tako. I uglavnom, bilo nam je fino. Jeste malo ono naporno, ali je fino bilo. Imam tako osjećanje da kad sam to riješio i kad sam dobio papire i kad su me pozvali da idem, ja sam jedva čekao i jedva čekam da dođe taj dan da sjedem u avion i da idem.
smatram da mi je to jako velika radost i najveća radost u životu posle moje djece, a vjerujte da nisam imao veće ni radosti ni svečanosti osim ovoga dana kad ću, ako Bog da, krenuti i doći na odredište gdje trebam da dođem i gdje su me pozvali, gdje mi je mjesto, a Allah zna za nas sviju kakvog je ko srca, kakve je ko duše. I nadam se, njemu se molim, njemu sam zahvalan. Porodica mi je zdrava, lijepa, čista, odgojena u duhu Islama. Svi su vjernici. Pa, osjećam se da sam obavio dužnost koja se traži od mene, koju sam zadužen. I osjećam se, vjerujte, kao da sam se ponovo rodio na dunjalu, kao da trebam ponovo da činim dobra djela, da ne griješim u životu, da se trudim, da vaspitavam svoju unučad u duhu Islama, da ih naučim, da ih šaljemo u mejtefe, da ih šaljemo da znaju sutra da obavljaju 5 vaktova namaza koji nam pripada. I eto, kontam da će se promijeniti, što rekli naši, da čuvam hađi.